لا ده تزعم براحتك. طمت عليا ولا ايه؟ اهو انت لما بتضرب كيميا بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. اللي انت كويس سوقك يا ونش. اخرة الخيانة الدم. هربت عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. هو في ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جايه ليه هنا يا غنو؟ انا كنت جايه اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده. واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما بتفتحوش خالص. فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هما متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير، انا اللي اسال بس. خلاص طيب حاضر، انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مونيز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مونيز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها اسودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحيهوش اليومين دول، اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول وموبايل البت عسليه عامله له نمره قافلاه عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغاله فيه البت عسليه؟ اه يا اخويا اعرفه، ورا الشيخ زايد. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحب يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاق كلها ملغمة مخبرين. الولاية مميزة قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل؟ امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجة عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعة ما سيبنا بولاق ما عتبناش انا وانت. احنا نهرب من مصيبة، تجي لنا مصيبة أكبر. نعم؟ مصيبة إيه يا فتون؟ مصيبة إيه اللي أنتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكرة أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن إحنا عندك هنا؟ لأن أنتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاق على العماية، فاضطريت أقول له إن أنا صاحبة فتون وعسلية. يا لهوي، وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي.
انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ برايا فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخره اللي يقف جنبك ويعمل معاكوا جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل يا فتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو.